السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنكون بنلعب كلاش رويال، وعنديكم اخبار مفرحة جدا. اخيرا، معلش يا جماعة، انا طبعا شكلي كده مش مبسوط، بس دي اخبار مفرحة جدا. اخيرا ليجندري، ايوه، وحذر فزر الليجندري ايه، فنحاول بوز وبعديها اروح لكم على الدكة اللي فيها الليجندري. وهي يا جماعة الدكة أكيد أنا كنت بلعب، بس اسمها استنى افتكر لكم اسمها، باتل عادية كانت ايبك شوية، فجات لي فيها الليجندري تشيست وجالي النايت ويتش. طبعا ده مش كليك بيت، هي النايت ويتش يا جماعة. انتوا زي ما انتوا شفتوا فوق ده فاير بول تشالنج، فاحنا هنعمل دكة كده حلوة مع بعضينا كده. نايت ويتش هتبقى فيها، وعاوزين تبقى فيها، انا ممكن احط الالكترو، مش هتبقى ليجندريز، بس ممكن نحط الالكترو بدل الارش، والسكات الارم موجود، ممكن نطلع ميجا منين ولا منين هورد، نطلع منين هورد، ننزل بدل منين هورد ممكن 3 مسكتير، ممكن اقول ليفل 9 ليد باربز. ماشي ماشي نجرب. زي ما انتوا شايفين انا خسرت ماتش، كنت بلعب كده بعديها خسرت ماتش. يا ربي بس كده مش كنت حلو عليا. ماشي، ارينا 5 ليدي، شكلي هخسر، مش عارف. احط لها اليد باربيريانز هنا كده، وحط هو حط لي فارت جوبلين، ايه دارت جوبلين، معلش محدش يفهمني غلط هناك. المفروض لا، المفروض عند المكواجي ساعتها. ماشي ماشي ماشي، حطيت الميجا مني الناحية الغلط وحلت حالة حلو. ممكن احط له الكترو هنا، زاب زاب، هو عملنا دمج حلو على التاور، واحنا عملنا دمج حلو على التاور. هو مع برنسس، ممكن نرمي على الاتنين دول كده فاير بول، لو لحقت الفاير بول يب تلحق. ايه طيب، ممكن احط وتر رام منها، بقول قدام عشان هو تقريبا ما خلص الاليكسير. نوب خلاص، يلا بقى مفاجأة الكوبرا ولا ايه؟ مش دلوقتي بول، مش دلوقتي، يب مش دلوقتي خالص. ممكن احط دول السكريتن ارمي فوقيهم ميجا مينيان، بص محطوط علينا، وهيحط لنا برنسس اقول له ويل بلايد عشان هي ويل بلايد فعلا. حط لها دارت جوبلن، نستنى دارت جوبلن يجي، بعديها الكترو حلو، ووراها نايت، بس هي تبقى ورا خالص النايت. شفت يا ابني؟ شفت التكتيك؟ وبعديها نحط وراها باتل رام، نضحك. وايه ده، شكله بيقربنا من التاو ده ولا ايه؟ لا، النايت ويتش ما عملتش حاجه مفيده في حياتها. لا باتس، الباتس، الله الله، الباتس دي شكلها تبقى كارد تحفه يا عم. ماشي، هو نزل لنا كده، هننزله هنا كده وكده اليد باربس، وممكن نحط برنس كأنه يعني مش عنده سكيلتون ارمي، ونحط فيه ميجا مينيون. صح، ده عنده الجوبلين جانج. طيب اكيد البرنس مش هيعمل سيرفايفنج كده خالص خالص خالص. نحط الكترو هنا، كويس انا محطتش سكيلتون ارمي. ماشي، الكترو مات، ده برضه كان ممكن يروح على ما اظن. وبعديها استنى، لا كده ماشي ماشي ماشي، حط من فوق. اي ماشي، خلصنا نلعب بتقدر. المهم الكترو ويزرد، عاوزين بوش بقى عدله واحده يا جدعان. حلو البوش دي، نكباني مع نايت ويتش بقى، مع شويه، ايوه بقى ايوه بقى، وريني الكلام ده.
وريني يا نايت، وريني يا نايت يا ويتش. ايوه كده، وادي الماتش الاول اللي ما خسرناهوش، والشوكه حلوه عليا. هي ده كام بوينت؟ كام؟ 4.1، غالي اوي بس حلو يعني. مش عارف ايه اللي حصل هناك، بس يلا وكسبنا ماتش. نشوف ايه جديد. دونيت 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 يا عم، الزر بتاعي على الله يا عم. انا كنت عامل دونيت بالهبل، بعديها زرار بطل يا عم. طيب بطل ماشي. ارينا 3 باربيريان بول. يا ترى يا ترى يا ترى هسيب يلعب الاول وتنظبط. ماشي ماشي حبيب قلبي لحد دلوقتي يعني. تقريبا ما يعرفش ان احنا معانا برضو حاجة حاجة اسماعيل. هو كان بيعمل، هو حاطط كلون ليه؟ اوبا ده سايب البتاع لوحدها. ماشي ماشي، استنى دول ييجوا، وبعدين الكترو ويزرد يدخل كده بكل شجاعة. البندت لازم تتقتل. خلاص ملحقناش ملحقناش، الداشنج بتاع البندت ده اللي نزل. فكر احطله عمله اليكسر ولا لك. استنى استنى، احطله برنس من هنا وفوقيه هنا كده ميجا مينيون. هيحط لنا نايت ويتش، علشان النايت ويتش اصلا ما تضربش فوق. قشطة، حلو 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 حلو. تعالولي تعالولي، انا لو كنت حاطط الميرر بس، انا كنت هحط سكرتن ارمي، دي كانت هتبقى حركة غبية. هو اصلا مدمر لي التاور، بس كمان احنا بنلعب ضد واحد حريف. مش عارف، لا مش هنسيب الاكسكيوشنر، احنا نسيب الاكسكيوشنر يموت، وبعدين نحط لهم الكترو ويزرد الناحيه دي كده. هو بيحط كلون ليه؟ مش عايز اخسر ضد واحد نوب كده للدرجه دي يعني. بيحط كلون على التاور وضرب الفاير بول غلط وحالته حاله بقى كده يا جدعان. عاوزين نزفلت برضو في كلاش رويال زي ما بنزفلت كده في فيفا. ونهار ايوه بقى، بص الاليت هناك، بصوا الاليت والباربز العاديين. دمر له الله، شكلنا هندمر له التالت. لا تسرعتوا في الحكم، هنفاير بول دي كده بسرعة. مفيش حاجة حصلت، وعاوزين نحط لنا اي حاجة اليت باربز. نحط لنا ميجا مينيون، احنا شكلنا هنخسر ولا ايه؟ يلا 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 يلا، قشطة 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 قشطة. فين الفاير بول بقى؟ وراهم الفاير بول. ماشي كسبنا تاني ماتش نكسبه، ولا احنا كنا هنخسر الماتش ده كده اصلا؟ بس مش عارف بقى. وزي يا جماعة كنت يعني التروفيز اتغيرت مش كده؟ وأكيد مش هتتغير تلاتة كده من، أو معلش على النتورك، او اكتر او اقل من ابتدى من باتل. انا قعدت اخسر ورجعت، هذه الارينا الملعونة. وبعديها قعدت اخسر اكتر، وبعديها قعدت اكسب اعمل هنا. فعمري في حياتي ما هلعب في الارينا تاني. تعال نشوف ايه الجديد هنا. ايه ده الله، يلا ريبارت ده ناين جامز يا مفتريين. طيب ماشي، ترسل اونلاين ماشي. حلوة الدك بتاعتنا، انا مش بطالة. خدنا ابجريد للليفل ليفل 5 فاير بول. ماشي لسه اصلا ما جبناش النص. يلا بتل اللي بعديها. طيب لعب وحدة تشارلي، حاسس اني لعبته قبل كده الراجل ده. هنحط ميجا مينيون من ورا هنا كده خالص.
بص احنا هنعمل بوش ونستنى اللي اسمه ايه اللي هناك ده يجي. ماشي، تعالى نبوظ له بقى البرنسس بتاعته دي. انت بتعمل ايه متخلف انت؟ ماشي ماشي ماشي، حلو حلو، قشطة قشطة، حلو حلو. استنى البتوع اللي هناك دول يجوا، البتاع قصدي. طب نحط له اليت؟ ما هيخلصنا على الطاولة لو سبناه. يلا يلا يا توري، عاش. تقريبا خلاص الست اللي هناك دي، والكترو ويزرد، الكترو الكترو ماشي. هو الالكترو ويزرد اتفعص اكيد، تبقى حاجة حلوة لو عملوا نايت ويتش بتضرب لفوق، عارف اللي هو. بس احنا هنخسر الماتش ده وش. هنخسر وش فعلا. وانت عارف بولدي بسرعة قبل ما تمشي. منها متأخر. انا لحد دلوقتي مش لاقي فاير بول بتاعتي، مش عارف راحت فين. هنحط بقى من هنا نايت زلاتان، من فوقها ميجا مينيون، نشوف هينزل لنا بباكا. باكا حرام حرام والله، مش عارف والله، خايف انزل بسكارتن ار، مش محتاج سكارتن ار شكله. ضرب الهوا، ماشي ماشي ماشي. ركز انت بس على التاور. ايوه، وطلع الالكترو ويزرد ده، وبعدين فاير بول دولت. ماشي، احنا خسرنا الماتش ده يا جماعة كده، بسم الله. ماشي، احنا خسرنا الماتش ده والتاور ده برضو. استنى كده، في الساعة ممكن ممكن يكون في عمل. هو بيعمل ايه؟ طب اهي، شفتوا الاستهزاء، شفتوا الاستهزاء. ويلا بقى نايت ويتش، يلا يا عم وري ايه ده. النايت ويتش اتفعصت يا جدعان، مش بتاعتنا طبعا. والبربريان، البربريان والميجا منين. ماشي، عجبني الاتاك الاخير والله. احنا كنا هنخسر وش يعني، بس جراوند شست. ماشي ماشي، لسه طبعا عندنا برايز بنجيبها باتل. نيجي نروح بقى ايه بس. ماشي، فكر احط له ميجا مينيون. ايه يا اخي، الحمد لله على السلامة. لسه فاكرة تجيلنا فاير، لازم نحاول نسكريفايس بكل حاجة. ماشي ماشي ماشي، عمل لنا حجب الهبل هو. ايه اللي انا عملته ده؟ طيب اكيد هيكون معايا اي حاجة صوت، استنى لازم نظبطها. الله على التايمينج، استنى بقى نملى الاكسر. لسه كنت لعبت التشالنج ده لما كان فيه، كان هما عملوا التشالنج ده لما يكون فيه ال برضه. مش عارف ليه بحط الحاجات قدام البريدج، مش عارف ليه بعمل الحركة دي. ماشي يلا بقى، اتجلنا منين انت؟ بصوا احنا هنسيب الالكترو هناك عشان محتاجين ندفند هنا. ماشي قشطة، حلو حلو. هنخسر الماتش ده زي ما بقول في كل ماتش، وساعات بنكسب. بس النايت ويتش اكسكيوشنر، اكسكيوشنر خلص. يلا باتل رام من ورا، سكريتن ارمي من قدام، العب بقى. لا فوجي يكون ضرب الفوق. ماشي ماشي، ميجا منين، حلو 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 حلو.
احنا منستحقش نكون كسبانين اصلا، فدي حاجة تحفة يعني. ماشي، وبعديها هنزب دولت كده بالالكترو. ماشي، وبعديها هنحط هنا اليت. بص الالكترو اتفص. هيحط الاكسكيوشنر ضرب الفاير بول غلط، ده اهم. حلو جدا، حلو جدا. يا لهوي انت بتعملي ايه؟ مش معايا اي حاجة. ممكن احط فاير بول هنا مع رشة الكترو، مع رشة ان احنا نحاول احل اللي انا عملته ده. ايه ده؟ ايه؟ ماشي ماشي، هو انسان عجيب. طيب مشكلتنا على ما اظن طبعا كان عادي، مش هيجيلنا فيه حاجة، وهيجيلنا فيه جاينت. جيلنا حاجات حلوة يا جدعان. بتاع الرويال جاينت انف destroying enemy buildings with his massive cannon. ماشي، بيجي لي حاجات حلوة يعني. معايا 3 مسكتيرز برضو، معايا 8، معايا حاجات حلوة يعني. أرينا 7، شكرا. ماشي باتل. ماشي، آسف يا جماعة لو الفيديو ده هيكون طويل شوية، بس أنا فرحان بيه يعني. معلش يا جماعة لو الفيديو ده هيبقى طويل شوية، بس أنا زعلان بيه يعني. المهم احنا هنحوش البتاع بتاعنا، وهحط يا ريت اكون بلاعب نوب بيحط ليجندريز، بس ده يا ريت يعني. لا ده مش نوب، عشان يعرف يستعمل كلون. لا استنى، هو حط لي كمان واحد ولا ايه؟ والله بص انا استغربت الحركه اللي عملها. لا حبيبي وزير اتاك كله. لا والنبي والنبي، لا طب ضربة واحدة، طب ضربتين. حلو حلو، بص احنا عشان خلص الفاير بول على الفاضي، ترى اتاك من الناحية دي. انا ليه بحط قدام البريدج؟ انا عندي سؤال، ده ليه بحط انا قدام البريدج ده؟ نزلت نفسي مش عارف. عاش برنس، عاش والله، والله عاش. اديها لك ميجا ميني. هوب، بلعب واحد هو ذكي وغبي، غبي. ماشي اكيد طبعا لازم يبوظ لنا الاتاك شوية، بس احنا مش هنسكت، هنحط له زلتان. احنا ممكن نفاير بول بعديها هنخلص منه من التاور ده، من التاور اللي هناك، التاور ده. وانا شكلي اتسرعت في الحكم. يلا بقى، ايوه كده بقى. ماشي، اضرب الباتس، هحط له ميجا مينيون الكترو، ومفروض النايت ويتش تموت يعني. النايت ويتش ماتت يا جدعان، هو عمل كلون. نعمل ايه؟ طيب بص هحط له سكريتن ارمي، واعمل دول كده فاير بول. يا نهار ابيض يا جدعان، احنا محطوط علينا. ايه ده ايه ده ايه ده، ده بيعوض، ده كسب. حي لافا هوند جامد، لافا هوند. طب بص في هيكون في تغيير كده، احنا خسرنا اصلا. طبعا مش هيجينا في حاجة عدلة. ماشي
بتاع واحتمال اعمل فيديو تاني بس مش عارف الله. فعموما اللي كان ده هيكون فيديو النهارده، يا ريت يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب ويعملوا كومنت تحت، مش عارف ليه بس بحب كده، ما بحبش الكومنت تبقى فاضيه. فعموما اكتبوا اي حاجه، مش مهم تبقى، بس اكتبوا اي حاجه، يا ريت يكون عجبكم الفيديو، وسلام.